الكوليسترول اللي احنا نعرفه برضو ان هو ليه علاقة مباشرة بأمراض القلب. ده رقم واحد. رقم واحد. ده احنا حتى لما بندي علاجات في حاجة في الجايد لاينز في الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية حاجة اسمها ريسك سكور. ريسك سكور ان انا بشوف الكوليسترول هعالجه ولا مش هعالجه حسب الاندكس او حسب مؤشر اللي بنسميه ده بنسبة كام في المية هيجي له أزمات قلبية في العشر سنين الجاية. كل ما بيزيد الاندكس بنسميه هاي ريسك او فيري هاي ريسك. نقول ده المريض ده عالي الخطورة او عالي الخطورة جدا. طب هو لو عنده انا مش فاهم يعني فبسال ممكن اسئله تبان ساذجه لا عادي هو مش هو لما يبقى عنده كوليسترول وحضرتك هتديله الدواء كوليسترول يعني خف ولا يعني فمش هياثر على القلب ولا ممكن يحصل برضه ما هو ده اللي بقول لحضرتك احنا بدانا امتى وتشخص امتى وهل لغايه اي مستوى الشرايين اتاثرت قبل كده ما ممكن يجي لي لعب بيشن المريض وعنده 60 سنه وهو عنده من سن ال 40 المشاكل شغاله تصلب الشرايين رقم اتنين برضه نفس النقطه برضه حضرتك هو اي نوع من انواع الدهون اللي عنده ما هو ممكن يبقى الكوليسترول مثلا التوتال الاجمالي 240 وما ادروش علاج وواحد تاني 220 وهدي له علاج عشان عنده الدهون الضاره اكتر من الدهون الجيده هي دي اللي بتحكم او بتفصل اخد علاج وده كله بيتحط في حاجه اسمها ريسك سكور معامل خطوره وده بقى يعني حاليا بقى ابس على الموبايل يعني بنحسب بالظبط الريسك سكور بتاعه قد ايه عشان هديله اولا ده ولا مش هديله لان برضه في نقطه تانية المريض ده بيقول لك ايه انا هاخد الدواء ده قد ايه لا هو مرض الكوليسترول مرض مزمن زي الضغط والسكر يعني حبايه الكوليسترول دي مدى الحياه بالظبط وانس انا خدت القرار ان العيان ده مريض كوليسترول يبقى العلاج طول العمر ان شاء الله يعني ما ينفعش حتى لو نزل مستوى الكوليسترول حتى لو نزل انا بعمل تحليل كل 3 شهور لو نزل تحت مستوى معين ممكن اقلل التركيز لكن مش هوقف علاج